وفي اليوم التالي ذهب إلى مدينة اسمها نايين، يرافقه كثيرون من تلاميذه وجمع عظيم. ولما اقترب من باب المدينة إذ ميت محمول، وهو ابن وحيد لأمه التي كانت أرملة، وكان معها جمع كبير من المدينة. فلما رآها الرب تحنن عليها وقال لها: لا تبكي. ثم تقدم ولمس النعش فتوقف حاملوه وقال: أيها الشاب، لك أقول قم. فجلس الميت وبدأ يتكلم، فسلمه إلى أمه. فاستولى الخوف على الجميع ومجد الله قائلين: قد قام فينا نبي عظيم وتفقد الله شعبه. وذاع هذا الخبر عنه في منطقة اليهودية كلها وفي جميع النواحي المجاورة.